نظرت أوراق المرشحين وقبلت من قبلت ورفضت من رفض. أحد من الذين رفض أوراقهم بدعوى إنه يطبق عليه قانون العزل السياسي لجأ إلى طريق التظلم، وأصبح هناك ما يشبه الدعوة أمام اللجنة. اللجنة هنعتبرها ذات اختصاص قضائي. نظرة التظلم، صاحب التظلم، صاحب الصفة المضرور من قانون العزل السياسي وقف وترافع وقال إن قانون العزل السياسي اللي أنا رفضت قبل التظلم بسببه أنا بدفع بعدم دستورية هذا القانون. هل المحكمة الدستورية قامت بهذا التصرف عند نظر تظلم أحد المرشحين الذي دفع بعدم دستورية قانون العزل السياسي الواجب التطبيق عليه، لأن القانون واجب التطبيق فهو صدوري يطبق بأثر فوري. هل المحكمة اللجنة العليا اتخذت هذا الإجراء؟ لا، ولكنها فصلت في التظلم وقبلت الدفع بعدم دستورية قانون العزل السياسي، أي إنها قالت أن القانون غير دستوري وقبلت التظلم وخاض ذلك المرشح الانتخابات. إزاي لم نتصدى لهذه الخطيئة، خطيئة اللجنة العليا للانتخابات التي يقولون أعضاها عن أنفسهم إنهم أكبر قضاة الجنة وأبدرهم وهم رؤساء مؤسسات قضائية وأنهم أقدم القضاة؟ هذا ما قاله رئيس اللجنة، رئيس المحكمة الدستورية في اجتماعه الأول أمس حينما أعلن الإعادة بين المرشحين. أوعوا تفتكروا بلد قامت فيها ثورة يبقى فيها هذا الفحش اللي ارتكبته اللجنة العليا للانتخابات وأخطأت خطأ مهني كثير في تطبيق القانون. تعالوا نشوف بقى عدد المدعوين في انتخابات الرئاسة. 50,996,746 يعني 50,996,746 مليون. بين الاستفتاء وبين انتخابات رئاسة الجمهورية هيطلع كام؟ 4,826,382 مواطن. خلال كام الزيادة دي؟ من الاستفتاء إلى انتخابات رئاسة الجمهورية 14 شهر، وكمان أنا هديهم الشهرين اللي كانوا واقفين فيهم القيد. يبقى خلال 14 شهر ومش هنشيل منهم الوفيات. لا يمكن في 14 شهر نزيد 4,826,382 مواطن. هؤلاء في 14 شهر ان نسير في الطريق الصحيح، فعلينا ان تلغى هذه الانتخابات جميعها ونعود مره اخرى لنقطه البدايه لنصحح هذا البطلان البشع، هذه الخطيئه، لنبدا من جديد على طريق صحيح وصحيح.